كثير صعب على الدكتورة بيان النائب بمجلس النواب. زوجة سليل عائلة الغانم إنه بالنهاية تكون مع موظف. صعب الواحد يتخلى عن عرشه. ما هيك دكتورة بيان؟ عيب. عيب هالحكي جود. مش لإلي بينقال هالحكي. أنت أكتر واحد بيعرف أنا كيف بفكر. وبتعرف إن أنا ما بفرق بين كبير وصغير. أنا بشوفك بعيوني أكبر من هيك بكتير. بس بليز افهمني. أنا إذا كنت متمسكة بهالعيلة كرمال ابني. لأنه ما بدي أعيش اللي أنا عشته. ما بدي يكبر ويلومني. مثل ما أنا لما أمي لما تركتني كرمال رجال تاني. معناها ما تلوميني إذا أنا خطبت وقررت كفي حياتي. أنا ما عم لومك. بس أنا بعرف إن أنت ما بتحبه. ليش؟ أنت بتحبي؟ لا. من بعد كل شيء عملوا فيي ما بقى عندي أي إحساس تجاهه. مشان هيك لكان طلبتي يرجعني يكون معه مو معك؟ عم جرب أهرب منك. عم جرب ما أشوفك لما أضحك. ما رح تقدري. ما رح تقدري. لأنه بعد طلبك هذا هلأ هو صار بده يعني يكون معك. ليش؟ لأنه شاكك فيكي. شاكك إنه يكون في حدا بحياتك وطلب مني أنا رفيقه اللي بيوثق فيه يكون عينه عليكي. شفت الموضوع شو معقد دكتورة بيان؟ كتير معقد.